مرحبا جميعا. هاي everyone. رح نبلش بس نعطي بس دقيقتين بعد لأنه في بعض الأشخاص بعضهم عم بيضموا لنا. مساء الخير. مساء النور جميعا. صباح الخير حسب من وين عم تنضموا لنا. لكن أنا اسمي نديم حويري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، وفي زملائي معي كمان على الخط سارين وبيرفين وزميلنا كمان أندرو. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. For those of you who are more comfortable in English, there is simultaneous translation. You just have to click on the interpretation button. لكن في ترجمة عربي إنجليزي للي بفضل يحكي بالإنجليزي أو يسمع بالإنجليزي، بس يكبس على الانتربريتيشن. ورح أطلب بس من الجميع كمان إذا في مجال تحطوا حالكم ميوت إذا ما عم تحكوا، لأنه وإلا بيصير في كتير تشويش للأشخاص يلي عم بيحكوا. أسأل، رح أطلب بس إشارة من الزملاء تبلش، يمكن بعد في أشخاص عم بينضموا لنا، فيمكن نعطيها لحظة. لكن مرحبا للجميع للي انضموا هلا لنا. لكن انا اسمي نديم حويري، المدير التنفيذي لمبادره الاصلاح العربي، والجلسه اليوم هي صراحه فرصه اذا حدا عنده اي اسئله عن النون ريزيدنت فيلوشيب، يعني الزماله بالمبادره، شروطها، خاصه انه حاليا فتحين باب الطلبات للسنة القادمة، يعني ابتداء من أيلول تشرين لمدة 12 شهر. فإحنا هون نعرض شوي عليكم أكثر المبادرة، شو دور الزملاء النون ريزيدنت فيلوز، وإذا حدا عنده أي أسئلة عن الموضوع كمان تنجاوب عليهم. بشكل لكن مختصر، مبادرة إصلاح العربي أندرو، إذا فيك ننتقل للسلايد التالي، هي think tank، مركز أبحاث مستقل موجود من عام 2005، اللي 2005-2006 كان بمبادرة من عدد من الباحثين والباحثات من المنطقة العربية اللي حاولوا يعني يستعملوا أبحاثهم لبناء أجندة للعدل الاجتماعي والديمقراطية بالمنطقة العربية. عنا مكاتب ببيروت وتونس وباريس، بس كمان عنا يعني زملاء باحثين وباحثات بعدد من البلدان العربية الأخرى. بنشتغل على جميع البلدان العربية، من المغرب للعراق لا بلدان الخليج العربي، بس مثل ما فيكم تتصوروا يعني في بلدان يمكن عنا تواجد فيها أكثر أو لأسباب تاريخية كان في عنا يمكن أبحاث أكثر، بس على كل حال يعني أملنا وهدفنا أنه نقدر نحاول نغطي أكبر عدد ممكن من البلدان. نحكي هلأ بعدين شوي عن المواضيع الأساسية منغطيها. اللي ثلاث نقاط أساسية لعمل المبادرة. النقطة الأولى هي أنه دعم الباحثات والباحثين من المنطقة، خاصة الأبحاث يلي إحنا بنعتبرها نوعا ما على تقاطع بين يعني البحث، السياسات العامة والناشطية بشكل عام. فجزء كبير منه في عنا برامج لدعم باحثات وباحثين ليوصلوا أبحاثهم لأكبر عدد من القراء، للصناع القرار، للأشخاص المعنيين stakeholders وغيره. النقطة الثانية وهي أساسية هي خلق مساحة تبادل داخل المنطقة العربية لتبادل الأفكار والأبحاث،
بين الباحثات والباحثين، بس كمان أشخاص يمكن عندهم كانت تجربة خاصة بعد 2011، نشطاء حابين ياخذوا وقت يكتبوا شوي عن اللي التجارب اللي قطعوا فيها والدروس اللي استخلصوها من هيدي التجارب. والنقطة يعني الجزء الثالث من عملنا، وهيدا خاصة بما أنه عندنا وجود كمان بأوروبا، كان بمكتبنا بباريس أو عندنا مسؤولة أدفوكسي مناصرة ببروكسل بالاتحاد الأوروبي، هي محاولة تكون منصة لتوصيل أصوات وطلبات المنطقة للصناع القرار وخاصة بأوروبا. هيدا باختصار طريقة عملنا. هلأ المواضيع اللي منغطيها هي عديدة، تبدأ من خاصة بعد 2011 عنا يعني مشاريع متعلقة ب من يستطيع أو من أين يأتي التغيير بالمنطقة العربية، إن كان الحركات الاجتماعية، إن كان الأحزاب السياسية، إن كان الحركات الشبابية النقابية، الحركات النسوية. فنشتغل أكيد نعمل دراسات عن هذه الحركات، بس أكتر شيء منحاول نشتغل معهم لنشوف كيف الأبحاث ممكن تدعم يعني نشاطهم وتفكيرهم، ونكون إذا ممكن صح القول resource، يعني ممكن الدراسات اللي عم بتقوم فيها المبادرة أو أشخاص متعلقين بالمبادرة تدعمهم. في عنا شق تاني من الأبحاث والعمل متعلق بشكل كبير بال الاقتصاد السياسي political economy، مع اهتمام خاص بموضوع العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية اليوم. يعني صراحة بدأ العمل بالأصل كان أنه بعد 2011 أحد المطالب كانت بالعدالة الاجتماعية بالعالم العربي، وشفنا أنه هذا المطلب لم يعني يتحول إلى سياسات عامة أبداً، حتى ببعض البلدان كتونس اللي سافيا تحول ديمقراطي، بس حتى الأحزاب السياسية والنظام الديمقراطي اللي طلع فشل بتقديم السياسات البديلة. فهون في عمل عم نحاول نقوم معه مع شركاء بالمنطقة على شو ممكن تكون السياسات، كيف نخرج من المأزق بين بس أنه مفاوضات مع الصندوق الدولي، سياسات تقشف، وبنفس الوقت كمان حركات اجتماعية وشعبية عندها مطالب محقة، بس ما عم بيقدروا يحولوا هالمطالب إلى سياسات، مطلبات سياسية معينة. وعنا بموضوع الحوكمة governance، في عنا شغل بعدة مواضيع، كان العلاقة بالurbanism يعني السياسات المدنية وغيرها، بس يمكن اليوم أكبر شغل عم نعمله على موضوع السياسات البيئية environmental politics، وكيف البيئة هي اليوم مجال متعلق جداً كمان بالخيارات الاقتصادية، بالخيارات المجتمعية، وكيف أي تحولات بيئية بدها تحصل ما تكون على حساب الفئات المهمشة والفئات يلي لحديت اليوم هي اللي عم تدفع الثمن بمنطقتنا، إن كان من تهميش أو غير مواضيع. هيدا باختصار. بس إذا تسمحوا لي شوي على موضوع شو دور النون ريزيدنت فيلوز بالمبادرة، يلي يعني إن كان الزملاء الغير مقيمين، لقلنا الزملاء الغير مقيمين هن جزء أساسي من عمل المبادرة، جزء أساسي إن كان من ناحية توسيع الارتباط تبعنا مع عدد من الباحثات والباحثين بالمنطقة، بس كمان جزء أساسي من تقديم منصة للباحثين المهتمين بأبحاثهم تطلع يمكن بس من كادر أكاديمي أو توصل لأشخاص مختلفة. فالهدف منه مش بس أنه الشخص أو الباحث اللي بيتم اختيارهم أنه هو بعتقد فيه، يعني في مبلغ مالي مخصص للباحثين، بس أنه بيشتغلوا على جنب وبيختفوا سنة وبيقدموا الورقة بعد السنة، لا،
هي الفكرة أنه يعني يتفاعلوا مع البيئة يلي فيها المبادرة، إن كان من زملاء غير مقيمين أو حتى مع الباحثين يلي مقيمين بالمبادرة، يصير في أنشطة يمكن سوا على المواضيع اللي عم بيشتغلوا عليها الزملاء، إن كان ويبينارز أو إذا بهمهم البودكاست، وبهي الطريقة نسمح أن تكون هاي تجربة للأشخاص يلي مهتمين يوصلوا أصواتهم، خاصة بموضوع السياسات العامة. عادة يعني من زمان عنا إحنا كان زملاء غير مقيمين، بس من العام الماضي حاولنا ننظمها بشكل يعني ما يقال بالإنجليزي cohort، يعني كأنه صف، أنه عدد من الأشخاص ببلشوا السنة سوا. هذا بيسمح لنا أنه نسهل التفاعل بين بعضهم. هالسنة يعني حيكون هلأ، لكن تاني حنسميه فوج، تاني كوهورت متأملين يبلشوا معنا، لكن آخر أيلول أول تشرين لمدة 12 شهر بين 6 إلى 8 أشخاص. حأترك هلأ الفرصة للزملاء سارين وبارفين ممكن يحكوا أكثر على بعض المعايير، تقديم الطلب، التواريخ وغيرها، بعدين نفتح المجال لأي أسئلة عندكم إياها. وشكراً سارين. شكراً نديم، أهلا وسهلا مجدداً للجميع، وشكراً للانضمام إلينا اليوم. أندرو لو سمحت next slide. So اليوم مين في يقدم على البرنامج الزملاء أو زملاء غير مقيمين؟ نحن عم نطلع أولاً على باحثين لإلهم 3 سنين خبرة خلال 3 سنوات بالمجال اللي سميهم نديم، وأكيد رح نرجع نحكي عنهم. لازم يكون في حدا يعني من الصحفيين خبراء أو ناشطين وناشطات طبعاً من المجتمع المحلي، وكمان lawyers يعني محامين من المنطقة. البرنامج هو متحدد ل mid career experts أو ما بنسميه المرحلة المتوسطة في شغلكم. السكوب نحن next لو سمحت، السكوب هو خلال 12 أشهر. So رح نبلش ب 3 تشرين الأول 2022، إن شاء الله نقدر نكون عنا كوهورت أو المجموعة الثانية هالسنة تكون معنا. والدول اللي نحن عم نستهدف إليها هن الدول من الجزائر، مصر، دول الخليج، فلسطين، الأردن، العراق، لبنان طبعاً، ليبيا، المغرب، السودان، سوريا، يمن وفلسطين وتونس. التوبكس اللي نحن عم نستهدف كمان إليهم مثل ما قال قبل شوي ذكرهم نديم، خليك معنا أندرو، هني هول البرامج تبعونا. نحن عنا البرنامج environmental politics أو سياسات البيئية في المنطقة، political economy والعدالة أو الاجتماعية social justice social protection طبعاً، social movements والsyndicates والwomen political participation والpolitical transitions اللي عم نشوفها بالمنطقة. أي next slide. أوكي، شو لح تقدروا تعملوا خلال هالسنة؟ أكيد لح تنضموا إلى فريق العمل وإلى الفريق المبادرة. طبعاً نحن عنا مكتب ببيروت، مكتب بتونس، والمقر الرئيسي بباريس، بس خلال هالسنة أندرو مش الحال، صرنا نعرفهم، لح تكتبوا معنا ورقة اللي أنتوا بتقدروا تشتغلوا عليها خلال هالسنة، إن كان باختصاصكم أو إن كان بالمجال اللي أنتوا مقيمين فيه أو بالمجتمع اللي أنتوا موجودين فيه. لح تقدموا deliverables أو الورق، لح تقدموا هالورقة خلال السنة اللي حتكونوا معنا، لح تكونوا جزء بالاستنتاج أو بالإنتاج المعرفي بالمبادرة خلال البوليسي بريف اللي هو ملخص عن وتوصيات، بيعطي توصيات لنقدر نستهدف السياسيين في المنطقة. وأكيد لح يكون في opinion piece طبعاً وبودكاست، فيكم شاركوا ببودكاست معنا. لح نعطي مجال يكون في 2 webinar أو 2 events خلال هالسنة
إن كان خلال مثل طاولة مستديرة عن سياسة معينة حابين أنتوا تنظموها، أكيد فريق المبادرة رح نساعدكم بخلال تنظيمها، ونقدر كمان نستهدف الإعلاميين وغيرهم وخاصة السياسيين، إن كان عم تفكروا نعزم حدا من الأمم المتحدة أو من المجتمع الأوروبي، يكون في تواصلات ما بين المجتمع المحلي أو إذا بنسميه الجلوبال ساوث من خلال المنطقة تبعيتنا. مثل ما قلنا رح يكون كمان يكون في أوتبوتس هن البودكاست، فينا نعمل مالتي ميديا يعني فيديو صغيرة خلال دقيقتين أو ثلاث دقيقة، نقدر نستعرض الشغلكم، نقدر نتواصل مع قد ما فينا نواصل صوتكم وشغلكم لفئة مستهدفة، إن كان بالدول يعني بدول المنطقة بدول العربية وكمان غير دول من أوروبا وغيرهم. أكيد رح ناخذ أسئلة بعد هذه البرزنتيشن المقدمة، ونقدر نتواصل معكم إذا عندكم أي سؤال. برفين تفضلي إذا بدك تكفي معنا. Thank you, Sarin. To give you a bit of a more concrete example, we wanted to have the slide about our current cohort. That was our first cohort of fellows that worked with us since 2021 and are finalizing their work as we speak. As if you would go to our website, you would see that these fellows are with us based on their country of expertise, whether that be Egypt, Libya, but also their thematic expertises related to the projects and programs that we have ongoing in ARI. For example, we have our Libya fellow Asma Khalifa now is working, of course, on Libya as that's her country of expertise, but specifically with the youth project, because Asma's academic experience revolved around youth trajectories in Libya. So we managed to create a synergy between her expertises and her country of expertise with the project that we had, which was the youth project. And that's what we would be expecting from our next cohort as well. You could join us based on your country of expertise, but also the thematic expertises that Nadeem and Sarin just previously talked about. Without further ado, I think, we could give the floor to you. And if you'd have any questions related to the application, to what is expected, the deliverables, we'd be more than happy to answer to the best of our abilities. You could raise your hand and use the raise hand option, or just unmute yourself. Please go ahead. I am. Murphy, maybe we can stop sharing so we can also. Yes, that's what I'm about to do. Yeah. Perfect. Thank you. I am seeing Mr. Mohammed Al-Ashmar's hand. Please go ahead. And then we had Ahmed Khalifa after, sorry. Fadal Muhammad. Okay, you can, Muhammad, can you hear me? We see your question as well in the Q&A, but you're muted. So maybe I can address your question. Yes, we do accept applications from PhD students. And the fellowship can overlap with your PhD area of research. I mean, Ahmed bin Inglisi or Bilarabi wasn't clear from your question, but just let me know. The main, ما في مشكلة أكيد عنا في كثير من حتى من الزملاء الغير مقيمين السنة هني عم بيعملوا ال PhD تبعهم، بس بعتقد المهم إنه تفكروا بموضوع الزمالة اللي هو يعني إذا حدا عم بيعمل PhD يمكن بكون الأبحاث تبعولهم مركزين كثير على المساحة الأكاديمية. فممكن تكون الزمالة فرصة كمان لواحد يفكر كيف هالأبحاث ممكن توصل لعدد أكبر، يمكن تتعمم to democratize knowledge production. فهي بس هيدي، إذا ما بعرف إذا بجاوب هيدا على سؤال أحمد، بس أكيد PhD
students ممكن يقدموا على الموضوع. بس هون بس بركز، أنا بعرف بكتير بالأكاديمية في fellowships research grants. الهدف من الفيلوشيب بقاري مختلف شوي على موضوع الريسيرش جرانت اللي ممكن واحد يلاقيه بالأكاديمية نوعا ما. بهمنا أكيد إنتاج أبحاث جديدة ومبنية على مقارب، يعني sound methodologies. بس بنفس الوقت الهدف منا ما يعني هيدا الإنتاج يكون يتعمم يتناقش يتقاطع مع نشطاء مع فاعلي قرار وغيرهم. Okay. شكرا. ننتقل يمكن لنورا. مساء النور. بتسمع؟ نعم تفضلي. جيد، شكرا على التقديم. انا بس في عندي بعض الاسئله بخصوص الاساتذه الدائمين بالجامعه. هل في اعتراف بين انه يكون الواحد استاذ جامعي دائم يعني صار محاضر، وبين احتمالية تقديمه للمنحة؟ كمان عندي سؤال على اللغة. أنا من الجزائر، لغة العمل الخاصة بمشروعي هي بالفرنسية أكثر شيء عمالي. أنا سألت، بعثت إيميل، قالوا لي أنه في احتمالية أنه نبعث المشروع بالفرنسي، بس كنت بدي أتأكد إذا كان ما رح يأثر على التقييم، يعني إذا كان ما في مختصين يعني بيتقنوا الفرنسي بشكل جيد وممكن يصير فيه بينرفض المشروع بس لأنه بالفرنسي. وكمان على بخصوص العمل الميداني، المنحة المقدمة هل هي للكتابة؟ يعني إذا كان في منحة إضافية للعمل الميداني، أو 5000 هي بس للعمل الميداني والكتابة مع بعض، وإذا كان في أعمال ثانية؟ لأنه أنا أكثر شيء في مشروعي الحالي هو القيام بأعمال ميدانية في الجنوب الجزائري، وهو اللي يتطلب كثير من المصاريف يعني بالمقارنة مع المراحل الأخرى من المشروع. سؤال أخير هو إنه المشروع في الدراسات الحضرية، يعني في علاقة بين الانتردسيبليناريتي، يعني في تنوع في التخصصات، بس هو أكثر شيء أنا عندي دكتوراه في الدراسات الحضرية، يعني إتود أوربان ستاديز. هل في تعارض مع المطلوب من المبادرة يعني؟ شكرا. شكرا نورة. بعدين طب حاول جاوب بشكل مختصر. نعم، احنا بنقبل مشاريع بالعربي بالانجليزي وبالفرنسي، خاصة لبلدان المغرب، والأكترية الفريق المبادرة يعني ممكن يشتغل باللغات الثلاثة، فهي منا مشكلة. بس تعرفوا احنا بنحاول ننتج اي موضوع ننجو بيكون منتوج باللغة العربية والانجليزية، وبما يتخص بما يخص بلدان يعني المغرب العربي، ان كان الجزائر تونس والمغرب، بننتج عدد كبير من الأعمال كمان باللغة الفرنسية. فالموضوع اللغة ليس بمشكلة، وكمان ممكن الأشخاص يشتغلوا بالإنجليزي أو بالعربي. بما يخص للأساتذة الجامعة كمان منه مشكلة، ما في تعارض. إذا المؤسسة تبعيتكم ما عندها مشكلة، إحنا ما عندنا مشكلة. ومثلاً هيدي السنة في عنا 2 من الزملاء هني أساتذة الجامعة، يعني إن كان زميل من اليمن أو الزميلة من المغرب، 2 هني بيشتغلوا بالجامعات وبحاضروا بالجامعات، فهيدا أبداً منا مشكلة، بالعكس. بما يخص يعني غاية استعمال التمويل، التمويل هو يعطى للزملاء للقيام بأبحاثهم، وهن بيحددوا كيف حابين، يعني هل هو إذا في مشروع معين تكلفة القيام بالأبحاث حتكون مرتفعة أكثر، هيدا لازم يكون النقاش ب يعني مثل بقولوا بلحظة تانية بعد ما يكون الشخص تم الموافقة عليه. إذا في أسباب معينة ورتقينا أنه هيدا الموضوع أنا حابين ندعمه بشكل أكبر، ممكن نحدد هيدا الموضوع. بس لهلأ هي مبلغ يعطى للزملاء، وهن بيشوفوا كيف حابين يستعملوا هيدا المبلغ ويقوموا بالأبحاث تبعوا لهم. وبما يخص الـ urbanism،
في تقاطع كبير هلا ما بعرف وممكن ما حنفوت هلا بالتفصيل، فيك تشوفي شوي على الويب سايت اكثر. في تقاطع بعده مواضيع مرتبطه بالاوربانيزم وعمل المبادره. على سبيل المثال يعني وخاصه بما يتعلق بموضوع العدالة الاجتماعية أو حتى يعني urban justice or geographical justice، بتقاطع بموضوع مواضيع بيئية، تقاطع مع الناشطية اللي عم تحصل. اشتغلنا مع عدد من الزملاء كمان بمصر ولبنان على عدد بما يحصل بال informal housing أو ال informal settlements، ما يسمى بالعشوائيات، أو حتى بسوريا اشتغلنا على مشاريع. ففي تقاطع، وبرجع بقول يعني يمكن يكون عندكم انتم طرح بحث ما كنا مفكرين فيه ونتفاعل معه. اللي ممكن اقوله يعني احنا القضايا اللي بتهمنا هي قضايا متعلقه بحاضرنا بشكل كبير، يعني مش حندعم ابحاث مرتبطه ب تنقول فقط اشياء تاريخيه مضيت، بتكون كل ما يكون فيها تقاطع بتحديات يعني حاليه للمنطقه بيكون في حظوظ اكبر بالموضوع. وسارين وبعرفين if you feel like adding anything please jump in. بس حاعطي فرصه كمان لاحمد لانه بعتقد كان لازم نبلش معه. تفضل احمد. شكرا لحضرتك. مساء الخير، انا احمد خليفه، ماجستير علوم سياسيه ومنسق مشروعات بمركز اركان. الحقيقة أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول عن موضوعات اللي بيغطيها المبادرة، الموضوعات الخاصة بالعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والتفاعل ما بين الداخلي والخارجي، يعني مثلا خصوصا لو اخترنا موضوع زي الطاقة أو الغاز فممكن يبقى عندنا حاجة في المساحات المتشابكة دي، فهل حاجة زي كده هيكون مرحب بها أو لأ؟ الحاجة الثانية بالنسبة للمتقدمين، هل اللي هم ما عندهمش خبرة في العمل المدني أو الأهلي ولكن عندهم خبرة في المؤسسات البحثية، خاصة لو كانوا أنهوا دراستهم كمان للماجستير زي حالاتي فمش على قيد دراسة حاليا يعني، فهل دول مرحب بيهم للتقديم أو لأ؟ السؤال الثالث، هل هيكون في عملية توجيه وإرشاد من 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 خبراء أو من ناس أكبر من يعني ذوي خبرة في المجال في المجالات اللي بنعد فيها، ولا إحنا بس كل مهمتنا إن إحنا بننتج وبنتفاعل مع المطروح؟ أرجو إن يكون الأسئلة وصلت. السؤال الأول بس بتذكرني فيه أحمد، الموضوعات الخاصة بالعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والتقاطع ما بين الداخلي والخارجي. صح، إذا في تقاطع بين الداخلي يعني المبادرة بحد ذاتها منا يعني مركز أبحاث متخصص بالعلاقات الخارجية، بس بنفس الوقت بنشتغل على مثل ما عم بتقول التقاطع بين الداخلي والخارجي، وإذا خاصة إذا في تأثير. بس يعني إحنا مش مثل ما بعرف كارنيجي أو كونسل أون فورين ريليشنز مهتمين بسياسات أمريكا الخارجية وتأثيرها على المنطقة العربية، مش هيدا هو النقاط الأساسي. بس إذا في مرتبطة بقضايا داخلية للمنطقة وكيف عم بيتم تأثيرها، لا منكون منفتحين على الموضوع. هيدا بموضوع السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا هو نعم هو مفتوح لأشخاص يمكن ما اشتغلوا بالعمل الميداني بس كانوا أكثر يعني عنا بروفايلز مختلفين بيجوا، هيدا جزء من يعني حيكون في أشخاص ممكن يحصلوا على الزمالة هن تنقول أكثر باحثات وباحثين أكاديميين، يمكن في أشخاص يجوا مثل ما حصل بالعام الماضي، يعني أحد الزملاء الغير مقيمين هو كان ناطق، هو طبيب وكان ناطق ب يعني نقابة الأطباء بالسودان، فكان نوعا ما هو أحد الثوار، بس أخذ هيدي الفترة يشتغل أكثر على التفكير وعلى موضوع الانتقال وفترة الانتقال والتغيرات المطلوبة، وفي أشخاص هن باحثين أكاديميين. هلأ ليش احنا طالبين انه يكون في بالقليلة شوية خبرة، حتى ممكن هذه تكون خبرة بحثية، لانه الفكرة انه مثل ما كانت عم تقول زميلي سارين انه الاشخاص يكون عندهم شوية تجربة ان كان بموضوع الابحاث بس يعني هيدا هو النقطة الأساسية، بس ممكن تكون هيدي الخبرة أكثر هي بموضوع الأبحاث. يعني بس تكون يمكن أوضح بعد انه اذا شخص بعده مخلص الماسترز تبعه وما عنده اي تجربه اخرى
من الصعب بعتقد انه يفوز بالموضوع لانه عم يجينا اشخاص مع تجارب تنقول اكبر واغنى بهذا الموضوع. بموضوع الثالث نعم في هلا كل زميل بينضم للمبادره بنحاول نحطه ب ونحطه مع تواصل مع احد الاشخاص. هلا في مواضيع ممكن يكون عندنا احنا تنقول التجربه الكافيه او في حدا ان كان داخل المبادره عنده الخبرة تيكون نوع من منتور للشخص يلي عم بيدخل، وبعض الأحيان هذا مش متاح، بس منحاول قدر الإمكان نساعد بالتشبيك بين الأشخاص تيكونوا يستفيدوا. ففي جزء منه ممكن يكون منتورشيب بس منه ملزم، يعني في أشخاص عندهم تجربة كتير عم بيجوا يعملوا زمالة عنا، أو في يمكن مواضيع إحنا عم نتعلم مع الأشخاص بس إحنا منحاول نساعدهم أنه يبنوا شبكة علاقاتهم يلي هن بيستفيدوا منها، وبنفس الوقت هيدا كمان تستفيد فيه المبادرة بأي معنى أنه إحنا بالآخر أهدافنا هي تقوية الإيكو سيستم أو يعني البيئة الحيوية للباحثات والباحثين بالمنطقة العربية. أوكي. بناخد سؤال تاني، سارين بارفين، في عبد الرحمن، بعدين في شيفان، تفضل عبد الرحمن. And Nadeem, I would like to remind you that there are also some questions in the chat, so maybe after that we could go through them. Okay. تفضل أستاذ عبد الرحمن. أيوة. Okay. I'm عبد الرحمن from Yemen. Okay. I have three questions. Some questions have been already answered. It was the same question by the colleagues. Okay, the research could be in English or in Arabic, you said, it's no problem. Okay, pertaining topic of the interest could be as part of the political economy, does it include the post-conflict rehabilitation of the infrastructure after the war? I don't know. The second one, which I have for the time when we apply for it, for the documentation, there is a cover letter where we have to do the timeline project. How far the details should be? It should be by day, by week, should be up to the small details, or it is an overall. The third question, if we submit for this application and there is something missing, will we have a feedback or we will be removed from the list? Thank you. Thank you. I wasn't sure I fully heard the first question. I mean, I heard political economy and maybe something about reconstruction, but I didn't, I apologize. The quality wasn't great, the sound. Okay, shall I repeat it? Yeah, maybe I want to address more generally and then you can say, يعني, لأنه شفت كمان بالشات في بعض الأسئلة بهذا الموضوع. We are on purpose not specifying very narrow topics, because this is really about your project, and we want to also discover perhaps new areas, new methodologies that people are working on in the region and support it. So we don't want to come and say, you know, there are other work that we do where we commission very particular studies. This is not what we're trying to do here. This is really about creating a platform, but we also realize that for the experience to be rich, it works better if it intersects with the work that we're doing. If people have very specific questions about, I'd rather not have to answer now because I'm not gonna be the one deciding on my own. There's a committee that would look at all the proposals, and maybe you mention a topic and I'll tell you, well, maybe this is not super interesting, but maybe other members of the committee think it's interesting. So I don't want to jump the gun in this way and say, this is interesting, this is not interesting. So I don't know if this answers your question. If it's about the political economy, issues around reconstruction, yes, in general, I mean, we do a lot of work on conflict,
But particularly, I would say, you know, connecting the economic to the political is an area that's of big interest to us. And I think if anyone spends 5-10 minutes on the website, you can see some of our areas of interest. It doesn't have to be restricted to this, but there are higher likelihood. But if you have something very interesting and maybe we haven't thought about, we would definitely be open to it. In terms of the timeline and what should the cover letter agree, we want to see basically that there is an idea of the research proposal and how you want to use your time. We are not expecting a week by week, but something along the lines that, you know, I would like to take, if you've already done some work and you've identified the key research questions, you should come out and say it and say, I want to take the next 2 months, 3 months, the first 3 months to really go in depth about doing the interviews. After the first 3 months, maybe I want to do a couple of policy roundtables to discuss my preliminary findings. And I want to use the third trimester to write and the fourth one to publish, something like this. You know, we just want to see that there is a plan to it. We're not going to micromanage, and we don't expect people to send us, I'm going to be doing this on, you know, this is my week one, this is my week two. And then, sorry, I forgot the last question. Was there, Sarine, if you remember, was there a third? السؤال التالي مظبوط يمكن كان على إذا بنشاله من اللائحة نحن عم نعمل كوهورت يعني إنه مثلنا بيقولوا فريق أول خريجي أكيد من الوفد الأول أو الدفعة الأولى والثانية وإلى آخره في رح يكون في ألومناي يعني تقدروا تتواصلوا مع بعض بعد ما خلصتوا وقتكم إذا فينا إيه لا بس I think I understand. Will people be disqualified and will we go back to every people say, please clarify this? Maybe I want to manage expectations specifically on the app because we're getting a lot of applications, which I think is great. And it shows the richness of the research community. We don't have the capacity to, I mean, people will hear back from us. We will not be able to work with each one of you to get your proposal to the shape. So the strongest proposals are the ones that will be selected. There might be a strong proposal and we have a few additional queries. There's, you know, there are interview process anyways to clarify this. Sometimes, يعني بس على سبيل المثال, we have had people who applied, for instance, last year. Their proposal was not chosen because we felt it was not, you know, the topic we did not have much to offer. بس اتفاعلوا معنا, and they end up publishing a shorter piece with us, بوادر piece or something else. So there are other ways of interacting. So if you're not accepted to the fellowship this year, it doesn't mean that there is not opportunity for us to stay in touch and for you to interact with us and even publish with us and for us to support you in the future. And you might be able to, as well, some people might reapply from last year and maybe they've refined a bit more their proposal. Okay, I see there's a question on timeline. Maybe Berfin, if you can answer in the timeline just on the issue of the, that we're not looking for a detailed timeline, but more a macro level and a sense of the timing and activities. بعتقد كان في شيفان إبراهيم تفضل. مساء الخير. مساء النور. أنا شيفان إبراهيم من القامشلي من سوريا. أهلا وسهلا. أشكرك. عندي سؤالين ثلاثة لك عندي بداية مقترح إنه حاب أشتغل على دراسة عن مشاركة المرأة في العمل السياسي. لكن محتار هل هو يكون على مستوى شمال شرق سوريا أفضل أم يكون على مستوى المنطقة الكردية فقط؟ أنه مثل ما قرأت بالموقع أنه يفضل يكون البحث ميداني وبحثي تحليلي أيضا. فبهالمنطقة يمكن يكون صعب على مستوى سوريا كله ككل أنه الواحد يشتغل البحث في مشاركة المرأة في العمل السياسي. هذا واحد. اثنين عندنا بالمنطقة العمل البحثي محصور دائما بموافقات مسبقة. فهل سيكون بإمكان المبادرة مراسلة السلطة الحاكمة هون إنه الشخص في حال أنا نجحت وكان اسمي بين الجدول بين المقبولين إنه الشخص الفلاني راح يسوي دراسة ميدانية ولقاءات مركزة مع مجموعة من النساء في الرقة والدير والقامشلي.
هل في هيك تسهيلات مقدمة أم لا؟ السؤال الثالث، الأنشطة المقترحة هتكون على طول 12 شهر أم في فترة محددة لهم؟ أخيراً في طرح سؤال بالدردشة، أنا كمان عم بعيد لأنه ما سمعت الإجابة من حضرتك، المقصد ما هو المقصد بالأدلة المقترحة التي سيتم جمعها؟ بتشكر حضرتك. أنا حاصل على الماجستير في الفلسفة السياسية وطالب ماجستير في الإعلام والتواصل. شكراً. شكراً لك. يعني بما يخص الموضوع، يعني كل شخص هو الأدرى. ما في شيء، إحنا يعني يمكن يكون الدراسة تبعيتك على بس مدينة القامشلي، أو ممكن تتدبر أنه لا، أنت في ممكن تقدر تعمل بحث وعندك قدرة توصل لمعلومات بمنطقة تنقول تحت سلطة تنقول المناطق الكردية اليوم، أو تحت سلطة يعني السلف أدمينستريشن. هيدا خيارك، بس أكيد إحنا منفضل أنه الأشخاص يبنوا على ما يستطيعون، وكل ما يكون الطرح واضح. يعني إذا واحد قاعد بالقامشلي أكيد وقالنا والله أنا بدي أشوف مشاركة المرأة اليوم بالساحل السوري، رح نقول أنه هيدا ما حيكون بحث جدي، لأنه نعرف الصعوبة اليوم. يعني أنا بعتقد يفضل كل شخص يحس وين هو أو وين هي قادرة توصل للمعلومات، أو كيف هيدا ممكن يعني يتفاعلوا معه بشكل جدي. فهيدا بما يخص أي موضوع ممكن يكون في البحث. بموضوع التسهيلات على المنطقة، صراحة اللي ما عنا علاقات مع كل السلطات بالعالم العربي. في بعض البلدان يلي عنا إحنا مسجلين فيهم وعنا تواجد، ممكن نقدر نتواصل وممكن نسهل نقول هيدا الشخص أو هيدا الباحث عم بيشتغلوا معنا. ممكن مثلا لأسباب شخصية عنا علاقات جيدة مثلا مع السلطة الحاكمة بشمال شرق سوريا، ما عنا علاقة أبدا مع السلطة بدمشق. فما فينا أعطي يعني إحنا ما فينا نحدد من اليوم. إذا إحنا فينا نقدم أي تسهيل مع الأشخاص، ممكن نقدم ورقة إنه هيدا الشخص عم بيقوم هيدا البحث، وهيدا أكيد منه يعني هيدا بيعطي نوع من ببعض الأحيان الأمان للأشخاص. ما عنا مشكلة هيدا الموضوع، بس ما فينا أجي أقول اليوم إن إحنا عنا علاقات مع كل السلطات وفينا نسهلكم الوصول لكل الأماكن ولكل المواضيع. في بعض البلدان وبعض السلطات في تنقول معرفة، بيحترموا عملنا، مش دائما بحبونا بس بيحترموا عملنا، بيسهلون لنا عملنا. وفي بلدان تانيين في تحديات، وكلنا بنعرف الصعوبات بالعالم العربي. هذا كان السؤال الثاني. السؤال الثالث، شو الأدلة؟ لا يعني كان هي بعتقد نقطة، إذا أنا فهمت سؤالك مظبوط، هي هل المطلوب أنه حابين نشوف بالاقتراح تبعكم شو الميثودولوجي، يعني شو المنهجية اللي حتتبعوها بالأبحاث. أو شفت كان في سؤال تاني حاول جاوب عليه، الدراسات القياسية، إذا ممكن هي تقترحوا عليها. ممكن أنا أقول بشكل عام، آري تاريخيا كان عندنا تجربة أكبر بالكواليتيتيف، يعني نوعية أو ميدانية أو تحليلية، بس كمان قمنا بعدد من الدراسات. وهلأ في تقرير بده يطلع عن العراق مؤخرا، هو أكثر مبني على يعني تجميع داتا سيرفيز وغيره، فمنفتحين على الموضوع. بس بهمنا نشوف بالاقتراح تبعكم، وكل ما تكونوا عمليين، يعني نعرف عدد من الصعوبات من الأبحاث منطقتنا، فما تحسوا أنه لازم تبالغوا، أنه إذا أنتوا الدراسة تبعيتكم حابين تحكوا مع 15 مثلا، بوضعك إذا شيفان سؤالك أنه يمكن 15 امرأة دخلوا على مجالس محلية بمنطقة شمال شرق سوريا، قول 15، ما تحس أنه لازم تقول 100 أو أشياء مبالغ فيها أو أشياء خيالية، بنعرف أنه واحد ما في يوصل له بواقعنا. ما بعرف إذا هيدا بيجاوب، وإذا سارين أو بيرفين حابين يزيدوا شيء. في عدة أسئلة عن موضوع الإنجليزي. لا، الإنجليزي ممكن واحد يكون كل شغله كل التواصل تبعه باللغة العربية، ما في لغة مفضلة. مثل ما قلت، نقبل باللغتين العربية والإنجليزية، ولبلدين المغرب العربي عنا كمان القدرة نشتغل كلياً باللغة الفرنسية، فما تحسوا حالكم مجبرين بلغة أو بلغة أخرى. حاجة بعتقد في سؤال تاني كمان
يحملون الجنسيات بس مقيمين بأوروبا؟ بعتقد هذا سؤال مهم. المبادرة أحد أهدافها هي تعطي فرصة لأشخاص ما كان عندهم بعض فرص أيام يحصلوا على دعم بحثي أو غيره، يعني بقدر الإمكان بنحاول نعطي أفضلية لباحثات وباحثين مش بس من المنطقة، بس بعضهم موجودين داخل المنطقة. ولكن بنعرف أنه في عدد من البلدان يلي في حالة يعني إن كان تهجير قسري، إن كان حروب، إن كان اعتقالات، إن كان في جزء كبير من الدياسبرا، وهذا أحد ما حكينا عنه بس هذا أحد المواضيع اللي نشتغل عليها كتير، موضوع الدياسبرا أو الشتات. فمثلا خاصة لأشخاص من سوريا، ليبيا، العراق، يمن، حتى لبنان، موجودين خارج بلادهم، موجودين بأوروبا، هيدا أكيد يعني ما حنستثني حدا من هيدا الموضوع. تفضلي دانا. مرحبا، أنا اسمي دانا العز من الأردن. لو سمحت بس بدي أسأل عن الابليكيشن. هلأ أنتوا طالبين إنه البروبوزل يكون 3 صفحات، هل هذا بتضمن الريفرنسز ولا من دون الريفرنسز؟ في فونت معين؟ لو تعطونا بس أكثر تفاصيل عن البروبوزل، إيش الأشياء المطلوبة فيه؟ أوكي. هو صراحة يعني عم نحاول كنا نعطي فكرة ب3 صفحات إنه إحنا مش من يعني حابين نشوف إنه قديش البروبوزل تبعكم ناضج، وقديش جاهز، وقديش أنتوا مفكرين فيه، فكرتوا بالمنهجية، فكرتوا بقدرتكم على الفعل. ومشان هيك هو الفيلوشيب منا لأشخاص يمكن يعني عم بيعملوا بس بحثهم، يعني الفكرة أنه أنتوا موضوع بتكونوا شوي شغلين عليه، عارفين شوي لوين حابين تشتغلوا على الموضوع، حابين تشوفوا كيف بتكون توصلوا أكتر. فإحنا رأينا أنه يمكن 3 صفحات هو نوع من compromise بين شيء سطحي جداً، وكمان مش هطلب منكم أطروحة للأفكار. الريفرنسز ما بدنا بليز أكتر، يعني فيكم تحطوا أسمين 3، بس بالخطوة الأولى حابين إحنا نشوف يعني الاختيار حيكون جزء كبير منه على كمان البروبوزل، المنهجية، قديش منلاقي إنه هيدا بحث اليوم إحنا بحاجة لقله بالمنطقة العربية، مواضيع مش عم ينحكى عنا، وكمان ندعم لكان أشخاص من المنطقة العربية. ما فينا أعطيك أكتر من هيك تفاصيل صراحة، إنه إذا طلعتوا 3 صفحات ونص مش رح نرفض الابليكيشن بس لأنه زدتوا كم سطر، وإذا كان 2.5 صفحات بس 2.5 صفحات بدلوا على تفكير واضح وكلير وبهتمين بالموضوع، كمان مش رح نقلكم طلب مرفوض بس لأنه ما وصلتوا على 2.5 صفحات. ما بعرف السامعين بعرفين حابين زيدوا على شيء. وفي سؤال هلا على السريع، عدد اللي يتم اعتماده بالمنطقة، قلتوا أول شيء حيكون بعتقد بين 6 و8 أشخاص بشكل عام. برأينا يعني هاي القدرة اللي فينا نعطي كمان المواكبة الفعلية للأشخاص. وبس تقلكم يعني في بعض الأشخاص اللي عم بينحكى كتير على موضوع الجدول الزمني، يعني احنا مش طالبين منكم يمكن انه بشهر 1 انا اكيد بدي اعمل هيدا وشهر 2، لا. اذا الفكره ناضجه او انتم بتعرفوا انه في اجتماع متعلق بالموضوع اللي عم تشتغلوا عليه حيحصل تنقول بشهر 2 2023، وانتم بحثكم حابين تقدموه بهيدا الاجتماع، اكيد هيدي يعني بكون منيح انه فاجئتونا انه احنا عندنا فكره محدده وحابين نوصل لها. بس اذا انتم مشروعكم ما انه مرتبط بشيء وعندكم فكره اكثر، ما نكون مجبورين تحددوا. تفضل كياتي. كياتي من بعدك ميوتد. بس تفضل. مساء الخير. مساء النور. طبعا انا سعيد جدا بوجودي في النهارده معاكم في الاجتماع التخطيطي ده، تسمعوا فيه الاسئله. انا كياتي عاشور، انا مدرس في جامعه بني سويف من مصر، وكمان نشط في المجال السياسي في مصر، انا عضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. وكان عندي مجموعه من التساؤلات ابرزها، انا شفت الموضوعات المطروحه للعمل البحثي. طبعا احنا شغلنا في الجامعه
بندرس للطلبة وبنشارك في عمل الأبحاث يعني الموضوعات العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحركات الاجتماعية والنقابات والمشاركة السياسية للنساء يمكن العمل على هذه الموضوعات في عدة أطر. يعني هل ممكن يكون الموضوع نظري بحث عبارة عن رصد واقع لصورة العدالة الاجتماعية في مصر أو المشاركة السياسية للنساء؟ أقول إن بدأ في دلوقتي السياسات الموجودة في مصر بدأت تفتح المجال العام للنساء للمشاركة في السياسة، بقى عندنا وزراء وبقى عندنا محافظين وبقى عندنا ناس تنفيذيين في الدولة، أضافة ذلك إن عدد الكتل النواب بقت موجودة بكثرة في مجلس النواب سواء كان مجلس النيابي أو مجلس الشيوخ. هل شكل البحث إحنا بنشتغل مثلا أنا في مؤسسة سياسية إحنا دورنا بنكون حلقة الوصل ما بين الأكاديمية وما بين كجامعة يعني وما بين متخذ القرار؟ هل الورق هيكون في شكل ورق سياسات يحمل مشكلة وفي مجموعة من التوصيات ومجموعة من الحلول، ولا هيكون ورق أكاديمي ورق خلفي لورق سياسات معينة؟ يعني عايز أشوف شكل الورق بالضبط علشان البروبوزل هيتحدد بناء على المنتج اللي إحنا مبتغينه من وراء هذه الأبحاث. هل أنا محتاج الأبحاث دي تخرج لصانع القرار فهتكون في شكل ورق سياسات فنشتغل على ورق خلفي؟ هل هتكون دراسات نظرية نعتمد فيها على رصد الواقع من الأدبيات النظرية أي شغل مكتبي؟ هل هنشوف الإمباكت التأثير فنعمل مقابلات متعمقة مع الناس في ظل الموضوع المشاركة السياسية للنساء أو الإدارة المحلية أو غيره؟ هل تكون دراسات ميدانية فيها ميثودولوجي ميداني مقابلات كوستشنير أيا كانت الأداة؟ الحاجة الثانية احنا حابين كمان نعرف هل المبادرة ليها مكتب في مصر فبالتالي نوسع من عمل المبادرة داخل مصر سواء وخاصة يعني أنا ما بجمع ما بين يعني انتمائي للجامعة وانتمائي لأكبر كيان سياسي في الدولة في مصر هنا، فعايزين صوت الشباب المصري يبقى موجود سواء كان في الأبحاث حتى لدرجة إنه أنا لقيت على الويب سايت موجود وظيفة عمل مقابلات أو أرشيف للمقابلات فقدمت فيها لأن إحنا كان عندنا برضو كنت صاحب مشروع سكولر جايد كان عامل مجموعة من الخدمات الأكاديمية وعملنا أرشفة للمقابلات وعندنا دراسات كيفية في هذا المنطلق يعني، فحابين يبقى للشباب المصري دور ومساحة في المبادرة دي الفترة الجاية وعايز أشوف شكل المنتج أو البروبوزل اللي أنتوا عايزينه وبالتالي نبدأ نشتغل على هذه الأبحاث لأنه أنا مهتم في دراساتي بدراسة المجال العام في مصر فعندنا كم دراسة في هذا المجال، شفنا المستوى الرقمي المجال العام مفتوح في مصر ولا مقفول، عملنا تحليل مضمون لصفحات الفيسبوك سواء كان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مصر، عملنا رصد للمجال العام الواقعي اللي هو موجود سواء كان في النقابات أو المنتديات أو المنتديات الفكرية أو المقاهي الموجودة وشكل الأحزاب الموجودة، هل في مجال عام فاعل في مصر مفتوح أو مقفول؟ فعملنا دراسات ميدانية ومقابلات متعمقة مع الفاعلين في المجال العام داخل مصر. فأنا عشان أكتب مقترح بحثي يلقى لا كياتي وصلت الفكرة بس آسف على المقاطعة بس بس لأنه في الوقت عم بيخلص وبدي بس أحاول أجاوب عليك. لا هلا المنتج ممكن ياخد أشكال مختلفة أوكي. يعني إحنا كمبادرة لا مش عم ننتج، إذا بتروح على الويب سايت تبعنا في عدد كبير من المنتجات بتشبه البوليسي بيبرز فهي فيها توصيات وخاصة على موضوع مصر مؤخراً عم نرجع نقدر نتفاعل مع عدد من السياسات العامة وفي عدة أراء كمان رح تنشر بالفترة القادمة، فهي مبنية على تحليل للواقع مع مقابلات مع عدد أشخاص من وقت الفترة يعني القدرة متاحة مع عدد من التوصيات، فهيدا أساسي. أكيد إحنا ما عم نفتش على أشياء بس نظرية أو يعني بالأخر إحنا عم نتفاعل دايماً كمبادرة بين الأبحاث السياسات العامة وبعدد كبير من البلدان مع الناشطية كمان الأكتيفيزم، بس مش فقط ممكن يكون بين السياسات العامة والأبحاث. هلأ شكل المنتج هون إحنا أصلاً تركين فسحة لكل الأشخاص، يعني هيدي السنة مثلاً عدد من الزملاء الغير مقيمين أحد الأشخاص كانت عم تعمل على حابة تعمل بودكاست سيريز أوكي، هي عملت عدة مقابلات مع نساء خاضوا تجارب نسوية وسياسية بمصر مثلاً، فهي حابة
كانت أول شيء مفكرة أنه حتنتجه كورقة بحثية، بس بعدين لقيت أنه يمكن بيكون أنفع تنتجه على طريقة بودكاست، وتشاورنا معها وتناقشنا ووافقنا على الموضوع. فالأكشوال فورم إذا واحد عنده فكرة واضحة ليش عم بفضل أنه يكون المنتج بهذه الطريقة، ما في مشكلة، ممكن إحنا نركز. إذا بتفوت على الويب سايت تبعنا حتشوف عنا برأيي بالإنتاج الورقي عنا نوعين إنتاج عملياً. عنا أوراق بحثية مختصرة بنسميها بوادر، يلي هي عادة بنكون 2000-3000 كلمة، وعنا أوراق بحثية أشمل يعني فوق 4000، ممكن بعض الأحيان 8000 كلمة، بس مفضل عادة نبقى 4-5000، يلي هي بتغوص أكتر بالموضوع. بس بالآخر منا أنا يعني دائما بنقول اللي بننشره على الويب سايت لازم يكون أي، مش واحد يكون بحاجة يكون عنده دكتوراه يقدر يفهمه، ممكن يكون البحث جدي بس لازم يكون بمتناول يعني واحد يقدر يقرأ ويفهمه، ومش يعني يكون مبسط كليا بس بنفس الوقت يكون يأثر على السياسات العامة وغيره. هلأ بما يخص مصر، للأسف المبادرة ما عندها، منا مسجلة كهيئة بمصر اليوم، ما عندنا ممثلين لنا بمصر. إن شاء الله بالفترة القادمة إذا سمحت الظروف يعني نرجع، بهمنا أكيد يكون عندنا وجود بمصر، بس أكيد مهتمين بالتفاعل ونتفاعل مع عدة من الشركاء بمصر. وإذا هذا شيء مثلا إذا في عندكم مجموعة حابين تتواصلوا معنا، أكيد إحنا بنرحب بهذا الموضوع وبنتفاعل مع عدة مبادرات، وعندنا شركاء بعدة بلدان ومنهم في مصر. فممكن أكيد يعني وعندنا شغل كتير على موضوع الشباب، فممكن واحد يعني إحنا مستعدين نتفاعل بهذا الموضوع. صفا ناصر، صفا مساء الخير. مساء النور. أنا عندي سؤالين. الأول إنه هل ينفع إنه يشترك أكثر من باحث في البحث؟ الثاني المدة الزمنية، هل البحث ينجز خلال مدة الزمان اللي هي سنة، ولا يأخذ فقط جزء من الفترة الزمنية 2 أو 3 أو 4، ولا يسلم في آخر الزمانة؟ وشكرا. نعم، أول سؤال بعتقد عدد أشخاص طرحوا علينا أنه هل ممكن يجوا كمجموعة يعني. هلأ صراحة إذا بدك الجواب المبسط هو لا، يفضل يكون شخص، مش يعني الشخص مجبور يعمل البحث لحاله، بس الـ يعني موضوع الزمالة إحنا مش بس عم نقربوا أنه أنتم مجموعة أوكي جايين نمول البحث تبعكم، بتروحوا بتختفوا بتجوا بتقدموا لنا البحث يعني. فإحنا حابين نتفاعل مع أشخاص نتبادل، يمكن هني ينضموا مثلا لاجتماع لإلنا أو غيره. فإحنا تأينا أنه يفضل يكون شخص مش مجموعة. هلأ هيدا ما بيمنع أنه ممكن الشخص يقدم مع زملاء ويقول والله أنا بالشق البحثي تبعي رح أتفاعل مع هول الزملاء، هيدا أكيد موضوع مطروح، بس إحنا منفضل على الفلوز يتقدم بصفة فردية، بس ما بيمنع أنه بعدين الباحثة أو الباحث يعني الزملاء يكون عندهم عم بيتفاعلوا مع غير أشخاص للبحث تبعهم. وهلأ المدة الزمنية، لا هي المدة تبع الزمالة هي 12 شهر، هيدا 12 شهر حيكون في فترة زمنية للبحث، وهيدي حتختلف بعتقد حسب الموضوع. في فترة زمنية كمان للكتابة، واللي أهم بعتقد هو موضوع التفاعل ونشر الورقة والتفاعل مع الورقة. فلا هي مش 12 شهر بحث، ممكن البحث ياخد 4 شهور، ممكن ياخد 6 شهور، ممكن الباقي الفترة حيكون يمكن في عرض الورقة مناقشتها وغير مواضيع. بعرف إذا هذا بجاوب على السؤال. وسارين وبايفين feel free to jump in whenever you want. سارين كنت حابة تزيد شيء؟ لا، على موضوع البحث يعني مظبوط، يمكن هي عم نحط الزمالة 12 أشهر، بس بخلال هال 12 أشهر رح يكون في تواصل مباشر مع الفريق العمل، يعني رح يكون في حدا عم بيتابع معكم، فيكم تاخدوا وترجعوا تعطوا معه أو معه طبعا. وثانيا موضوع البحث كمان، نحن يعني بدنا يكون في
يعني يكونوا معنا باحثين وأكاديميين طبعاً من المنطقة، يعني شاغلين عن هذا الموضوع من قبل، مش أنه عم تجوا على المبادرة وهذه أول مرة عم تقترحوا هذه الدراسة. يعني أنتوا عندكم خبرة بهذا الموضوع، عم فيكم تنزلوا كمان على الأرض إذا في يعني في هونيك في فيلد وورك أو شغل ميداني رح يكون، فعندكم الآليات لتقدروا تتواجهوا كمان مع الأهل مع المجتمع المحلي وغيره. شكرا. افتكر كان في سؤال عبد الرحمن او حسين. تفضل عبد الرحمن اذا بعده اذا في سؤال مطروح، واذا ما بعرف اذا في اي اسئله. ايوه استاذي انا كنت I mean for the background and the research which I have done I have to repeat it in the cover letter. Or that's enough, it would be evaluated from the CV. The cover letter, so two things. I mean, the CV will tell us about your experience. And I think the cover letter really should be focused about the research project that you would like to undertake in partnership during your fellowship here. So, which I'm assuming this will not be in the CV, but maybe it will build on areas. But you know, the cover letter should really be about, as well, the motivation, why you're interested in this fellowship, what you hope to get out of it, what you hope to bring to it, and at the same time, you know, the CV is more about your, you know, I guess a traditional CV about your experience and so forth. Okay. اوكي يعني بس يمكن زيد فكره كمان انه الفكره يمكن هذا في حدا حيدر سائل سؤال انه الباحثين والباحثات يعملون في مؤسسه بحثيه تقديم ما في شيء بيمنع هذا الموضوع بس لازم يكون ما يكون في conflict of interest بالمؤسسه اللي بتشتغلوا فيها يعني هدف ال صراحه الزمالة كمان هي خلق يعني تشبيك وفرص إذا المؤسسة ما عندها مشكلة إحنا ما عندنا مشكلة وعدة أشخاص يعني بالآخر هني ملتزمين بمراكز أخرى بس لازم تعرفوا إنه جزء من الزمالة كمان هي إنه الأشخاص هيد خلال هيد السنة ممكن يشاركوا بمؤتمرات وممكن حتى بعض الأيام يعني حينشوا أشياء بأسماء المبادرة فاحنا بنحاول نبني علاقه مع فمش هيك مهم ما يكون في يعني conflict of interest مع المؤسسه اللي بتشتغلوا فيها بس احنا بشكل عام بيقولوا سلسين جدا وبنحاول نلاقي طرق نتفاعل مع هذا الموضوع اوكي هلا الساعه خلصت في نعم هيدا املنا انه الزماله تصير مشروع يطرح سنويا من قبل المبادره ويكون يعني نعيد الموضوع اوكي هل في اي موضوع تاني بيرفين سارين did I miss any key questions from the chat لانه I noticed بيرفين can you just re-specify the email that people need to send the applications to sure to the general list on the chat I think just people and remind people of the deadline yes yes also Andrew and I we try to answer the questions both in English and in Arabic and I'm also responding to some now privately and I'm just sending you in the chat the deadline and the contact the email but I think to receive that, you should not leave the chat. So I'm doing that now. I think Andrew may have already done it. Oh, okay, perfect. Thank you, Andrew. Okay. Thank you, طيب. Perfect. يمكن إذا ما في أي أسئلة تانية بالآخر كمان متى من المتوقع تتم اختيار المقبولين فأنتم مثل ما شايفين الابليكيشنز بخمسة أيلول هي بعدين نحن بحاجة لحوالي أسبوعين لمراجعة المقدمين والمقدمات
وللأمانة والصراحة حسب عدد الأشخاص اللي حيقدموا، العام الماضي إجا عدد هائل جداً فأخذنا أسبوعين كاملين تنقدر يعني نتناقش فيهم، وبعدين سيتم تحديد عدد من المقابلات للأشخاص يلي ممكن أن يعني بيتم اختيارهم ليكون الاختيار نهائي، وبعد ذلك سيتم إعلام الجميع. يعني إحنا أملنا أنه بآخر أيلول منكون قدرنا أعلمنا الجميع على وين صرنا بالموضوع وشو كانت النتائج لعيد الدورة. وبرجع بقول يعني أول شيء حابب أشكركم وأكيد للأشخاص اللي اشتغلوا مع المؤسسة السابقة بمقالات أكيد ممكن يقدموا، ويعني حابب أشكركم كلكم للمشاركة اليوم، وقلكم أنه الزمالة هي أحد وليس الطريق الوحيد للتفاعل والتعاون مع المبادرة. إحنا بهمنا نتعاون مع الباحثات والباحثين المنطقة، بهمنا نلاقي طرق ل يعني التشبيك معكم ونلاقي خلق مساحات تبادل ويعني تفعيل انتشار الخبرات. في عدة يعني هيدا أكيد بعتقد نوع من الفلاكشيب بروجرام، يعني هو طريقة لنتفاعل بشكل جدي مع الأشخاص لفترة سنة، بس إحنا كمان فيهم أشخاص لا ينتمون إلى المبادرة أنه يطرحوا أفكار لمقالات بحثية منسميهم البوادر وعم ننشرهم ببعض الأحيان، وفي طرق أخرى. في بعض الأيام بيكون في فرص تدريب، ممكن أيام بيكون في مؤتمرات عم ننظمها، وخاصة هلأ مع إن شاء الله الوضع الصحي يتحسن مع الكوفيد فنقدر نرجع نعمل فعاليات أكثر ببلادنا ونشوفكم مشاركين فيها. أوكي؟ هأشكركم جميعا. شيبان إذا بتسمح إذا بتبعث لنا السؤال يمكن بالإيميل، بس لما نطول على الجميع أكثر من هيك. وشكرا لكم ولتفاعلكم معنا، ويلا شوف بوشكم بخير مثل ما بقولوا. شكرا أستاذ، يعطيك العافية. شكرا، مع السلامة جميعا.